الله 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 يا شباب، برافو برافو. انا همشي. عايزين حاجه مني؟ لا عايزينك شويه حبيبي. لا مش حب، مش هقعد، انا همشي. هي بصراحة المواجهة صعبة قوي يا حماية. همشي همشي، نانسي وعاصي يختاروا، أنا مش هختار. طيب أنا هسيبك شوية تفكر، فهنسأل المدربين ويساعدوك بقى. بصراحة خيار صعب، آدم غير إنه شخصيته قوية كتير ووقفته ونظراته، صوته حاضر. محمد قريب على القلب. عنده حنية كمان وبذات الوقت عم بيأدي حلو وهيك بخليك تقول آه يعني. شفيق ذات الشيء حسيت انه عم بغني على طريقته، عنده طريقه سبيسيال هيك بغني فيها، يعني صراحه خيار صعب. شكرا نانسي. عاصي، الجو اللي عملوه جو حلو كثير، والغنيه لايقه لالهم، فثلاثتهم منيح، كل حدا منهم في ميزه. حبيت الثلاثه انا الحقيقه يعني. قول حاجه، قول حاجه يعني. اختار اختار، حتسيبني اختار. شكرا عاصي. حمائي، رجعنا لك تاني وعايز اقول لك حاجه. هم انا حاسه بدقات قلبهم الثلاثه وهم واقفين جنبي. يعني دقات قلب انا، هي واصله لك على فكره، فاكراها بتاعتهم اللي بتاعت انا. ودلوقتي جت اللحظه الحاسمه يا حمائي، القرار قرارك. طيب انا الاول عايز اشكركم جدا، انتوا الثلاثه رفعتوا راس، خصوصا انه انتوا ما كنتوش تعرفوا الاغنيه خالص. انتوا قريبين من بعض قوي، وانتوا تلاتة شاطرين، وغناكوا كان حلو النهاردة جدا. مش عارف يعني، صعب 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 القرار، لانه الفاصل. أغنية صعبة أداها على الحلبة آدم، محمد وشفيق، وكل واحد منهم أبدع على طريقته. همشي همشي، نانسي وعاصي يختاروا، أنا مش هختار. وهذا اللي خلى حمائي يتمنى الهروب من مسؤولية القرار. مش عارف يعني، صعب 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 القرار، لأنه أنا هختار وجديد. مبروك محمد. حمائي اختارك عشان تكمل معاه في المواجهه الاخيره. محمد وجديد النهارده كان اكتر حد مقنع واكتر حد التزم، وبالتالي كان اشطر واحد على الحلقه، ومن هنا انا اخترت محمد وجديد.